الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركه. نرحب بكم ونحييكم في هذا المساء الجميل مع انطلاقات اشواط سن الاجذاع لاصحاب السمو الشيوخ والسعاده ضمن الاشواط المفتوحه مع شوطنا الثامن الذي انطلق قبل قليل. انطلاقه مشاهدي الاعزاء موفقه، تمنياتنا لجميع المضمرين بالتوفيق والنجاح. هذا هو الشوط الثامن الخاص للقعدان، والمسافه هي 6 كيلومترات. رصدت سياره للفائز بالمركز الاول وجوائز نقديه من المركز الثاني حتى عاشر المراكز. نسير مع المركز الاول، نتابع الذيب على اول المراكز لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، والمضمر حميد بن محمود بن مرشود من يتابع في هذا الانطلاق على اول المراكز. المركز الثاني صوغان لهجن العاصفة، والمضمر غياث الهلالي من ينطلق مع ثاني المراكز. المركز الثالث النقلة مباشرة مشاهدي الاعزاء مع مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، فهيد بن علي بن سلعان المري من يتابع في هذا الانطلاق مع ثالث المراكز ويقدم مستحيل. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات سيلين لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والمضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري. بينما المركز الخامس الدخول مشاهدي الاعزاء من قبل وصل في هذه اللحظات الشاطر لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدي الاعزاء لمراكزنا الخمسة الاولى. نعود الى البداية، نعود الى الذيب على الصدارة، الذيب متربع على عرش المقدمة لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود من يتابع في هذا الانطلاق على اول المراكز ويقدم الذيب. بينما ثاني المراكز وصل صوغان لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي يتواجد مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث أتابع من الجانب الآخر التدخل والانطلاق من قبل سيلين لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والمضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري يتقدم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات مستحيل رابع المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، فهيد بن علي بن سعيد بن سلعان المري من ينطلق مع رابع المراكز. المركز الخامس الشاطر وصل في خامس المراكز لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يقدم الشاطر مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء. يا من يتابع قناة الريان، نتابع هذه الأسماء الكبيرة من شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن هذا السباق، سباق المؤسس طيب الله ثراه. نعود إلى البداية، نعود إلى الذيب. يا سلام، لا زال ذيب في المركز الأول، لا زال ذيب حتى هذه اللحظة لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود من يتابع في هذا الانطلاق على اول المراكز. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء والقادم بكل قوه واثاره سيلين لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والمضمر حسين محمد بن سالم بن سفران المري يقدم سليل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع الشاطر والدخول من قبل الشاطر لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمداب بن محمد بن راشد آل مكتوم مع غياث الهلالي من ينطلق مشاهدي الاعزاء ويقدم الشاطر. بينما المركز الرابع مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات ما يتبقى عن خط النهائي، نتابع مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، فهيد بن علي بن سلعان المري ينطلق مع مستحيل في رابع المراكز. المركز الخامس يتدخل في هذه اللحظات الفتان لهجن الرئاسة مع المضمر عيسى بن سعيد الخيلي قادم مع خامس المراكز ويقدم الفتان لأول نداء لهذا الشوط. هذا هو الفتان متابعينا الأعزاء قادم بكل قوة، ولكن نعود إلى الذيب على الصدارة، وهنا الشاطر ومن الجانب الآخر
يتقدم سليل. يا سلام، هذه الثلاث المراكز الأولى المعلنة بالاندفاع والتحدي في هذا الشوط المثير. تتابعون أعزائي المشاهدين في الكادر الأول بقيادة الذيب على الصدارة، الذيب على المركز الأول، ولكن الشاطر بدأ يتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الأول لهجن العاصفة مع غياث الهلال. يقدم الشاطر في أول المراكز. المركز الثاني الذيب لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، وعلى ثالث المراكز وصل سليل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسيب محمد بن سالم بن سفران المري. يقدم لنا سليل على المركز الثالث. المركز الرابع مستحيل يبقى في رابع المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر فهيد بن علي بن سعيد بن سلعان المري. 2 كيلومترات. وتابع الأسماء القادمة. وصل شعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الفتان، وقدوم أيضا هنا القادم شعار هجن الشحنية مع الذهبي سالم بن فاران المري. يقدم طماع. يا سلام يا الأسماء كبيرة، يا الأسماء أيضا هناك أسماء لنحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى، ولكن الشاطر لازال شاطرا على الصدارة، لازال شاطر على المركز الأول لهجن العاصفة وغياث الهلالي بالمتابعة والتضمير على المركز الأول. يقدم لنا الشاطر 1500 متر. يا بن سفران ركز مع سليل في ثاني المراكز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني والمضمر حسيب محمد بن سالم بن سفران المري. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام الدخول من قبل مبعد أول إذاعة لمبعد، يصل مع ثلاث المراكز لهجنر الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. 1200 يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. وصل في هذه اللحظات الفتان لهجنر الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة والمضمر والمتابع سعيد بن عيسى بن عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. وصل في هذه اللحظات ويتسلل إلى ثاني المراكز. المركز الخامس طماع لهجنة الشحانية، ولكن نعود. يا سلام الشاطر مع الكيلو المتر الأخير. يا سلام الشاطر لهجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، ولكن وصل الفتان ليفتر المراكز الأولى بتواجد شعار هجن الرئاسة مع المضمر عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي قادم مع ثاني المراكز. يعلن تواجد الفتان وهنا الشاطر على أول المراكز. المركز الأول الشاطر، بينما ثاني المراكز الفتان، وعلى ثالث المراكز يتقدم في هذه اللحظات مبعد لهجن الشحانية. ولكن مشاهدي الأعزاء المنافسة والتحدي في هذا الشوط، وصل شعار هجن زعبيل مع مشعل قادم مع ثالث المراكز. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد قادم ويعلن التحدي، مشعل مع ثالث المراكز. ولكن نعود. يا سلام يا الفتان الفتان الفتان، يا سلام. ولكن الله يا مشعل، أشعل هذا الشوط، أشعلها مع الأمتار الأخيرة بشعار هجن زعبيل بمتابعة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز، على فوز مشعل بالمركز الأول. نهني هجن زعبيل على هذا الفوز المميز. تهانينا والناموس. لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية المركز الثاني كان الوصول من قبل الفتان لهجن الرئاسة. المركز الثالث الشاطر لهجن العاصفة. المركز الرابع كان الوصول من قبل طماع لهجن الشحانية. المركز الخامس وصل في مشاهدي الأعزاء هجام لهجن الشحانية. تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء لهجن زعبيل التابعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. نهني على هذا الفوز المميز، ونهني أيضا المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. تابع في هذا الانطلاق 8 دقائق 54 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن زعبيل على هذا الفوز الكبير والمستحق في هذا السباق. المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الأعزاء 8 دقائق
56 وجزء واحد من الثاني. ارتهانينا والناموس لهجنة الرئاسة على فوز الفتاح في المركز الثاني. نهني المضمر عيسى بن سعيد بن عيسى الخيل. بينما المركز الثالث وصل في مشاهدي العزاء الشاطر لهجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. 8 دقائق 56 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.